السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم في قناة ماما وزياد التعليمية. النهاردة جايبة لكم كتاب سندباد في اللغة العربية للصف السادس الابتدائي، فصل الدروس الأول، المنهج الجديد. طبعا زي ما تعودنا وزي ما وعدتكم وزي كل مرة بقول نفس الكلام، علشان لو في حد بيسمعني أو بيشوفني لأول مرة، ادخل على القناة، قناة ماما وزياد التعليمية، هتلاقي كل الكتب الخارجية موجودة على القناة بجميع أنواعها، سواء كان عربي، رياضة، علوم، دراسات، إنجليزي، ماس، ساينس، تكنولوجيا، المعلومات. كل الكتب الخارجية موجودة على القناة بجميع الأنواع، الأضواء، سلاح التلميذ، الباهر، الماهر، قطر الندى، بيت باي بيت، ستيب أهيد، بوني، الشاطر، سندباد. كل الكتب اللي ممكن تتخيلها موجودة على القناة، ادخل واتفرج على الكتب، اتفرج على الفيديوهات للآخر عشان تقدروا تقرروا ايه هو أحسن كتاب خارجي نقدر نشتريه. ناس كتير لسه محتارة مش عارفين ايه هو أحسن كتاب ممكن نشتريه، الكتب ايه. طبعا لسه المنهج الجديد بنتعرف عليه، ادخلوا اتفرجوا هيعجبكم قوي. ولو عايزين تعرفوا اسعار الكتب، في فيديو على القناه موجود فيه اسعار الكتب كلها، كل الكتب الخارجيه باسعارها موجوده على القناه، هتلاقي فيديو باسم اسعار الكتب الخارجيه للصف السادس، ادخلوا اتفرجوا عليه عشان تعرفوا الاسعار. وكل اللي عليك تعمله ان انت تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه، ومش بس اشتراك، تعمل تخصيص للجرس، تدوس على علامه التخصيص، عشان في ناس بتقولي ليه الاشعارات او ليه الفيديوهات مش بتوصل لي، عشان مش بتعملوا تخصيص للجرس، عشان بمجرد ما انزل اي فيديو يوصل لكم على طول. ويا رب الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، قناه ماما وزياد التعليميه.